استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله في قصر آل صغير سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية الذي قدم لجلالته الفائزين بجائزة الملك حمد لتمكين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، أصحاب السمو، أصحاب المعالي والسعادة، أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خير ما نبدأ به تلاوة عطرة من القرآن الكريم يتلوها على مسامعنا القارئ خالد عبد الرحمن الرئيس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. يتفضل سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بإلقاء كلمة بهذه المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أجمل ترحيب، ويسعدنا أن نشهد معكم اليوم نتائج المشاركة في أعمال الجائزة التي نعتز برعايتها لما تحمله من تطلعات وأمال نتشارك فيها مع المجتمع الدولي لبلوغ الأهداف التنموية المستدامة من أجل عالم أفضل حيث يتمتع الجميع بحق العيش في سلام ورخاء ونماء. كما تأتي الجائزة بأهدافها النوعية لتعبر عن قناعتنا الراسخة بأهمية الدور الذي يجب أن يتولاه الشباب في صياغة مستقبلهم وإشراكهم في برامج التنمية والتطوير لاستيعاب تطلعاتهم وإعدادهم الإعداد السليم لأداء واجباتهم اتجاه أوطانهم بشكل مسؤول وبما يمكنهم من وضع أسس وملامح ذلك المستقبل المشرق. ونود بهذه المناسبة أن نهنئ الفائزين بالجائزة في كافة فئاتها من أفراد ومؤسسات حكومية وخاصة وأهلية، ونحيي لهم جهودهم في رفعة وتمكين الشباب من منطلق إيمانهم بدورهم الريادي في بناء أوطانهم والنهوض بمجتمعاتهم. ولا يسعنا كذلك إلا أن نشكر الإبن العزيز
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثلنا الشخصي للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، على إشرافه المباشر على أعمال هذه المبادرة الدولية، والشكر كذلك لهيئات الأمم المتحدة المعنية ولوزارة الشباب والرياضة وأعضاء لجان التحكيم على جهودهم الكريمة لتحقيق الأهداف النبيلة للجائزة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة يلقيها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى للأعمال الخيرية وشؤون الشباب. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظكم الله ورعاكم، حضورنا الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي يا صاحب الجلالة أن أتقدم لجلالتكم بخالص الشكر وعظيم الامتنان على ما تقدمونه من دعم ومساندة واضحة للشباب البحريني والعالمي في مختلف المجالات، حتى باتت شريحة الشباب في كل العالم تحتل أولوية بارزة في فكر جلالتكم النير ونظرتكم المستقبلية والثاغبة واستشرافكم لدورهم الهام والمؤثر في عملية التنمية المستدامة باعتبارهم الثروة الحقيقية والمحرك لكافة عملية التطور والنماء. سيدي، لقد كان لمبادرات جلالتكم الرائدة والأولى من نوعها عالمياً تجاه الشباب من خلال إطلاق جائزة جلالتكم لتمكين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة صداها إيجابي على مستوى العالم، وحثت الدول والمؤسسات الحكومية والخاصة لتوجيه الأنظار والدعم إلى الشباب لتمكينهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة واعتمدها قادة العالم في سبتمبر 2015 في قمة أممية تاريخية. ولقد لمسنا هذا النجاح وهذا الانتشار الواسع من خلال وصول عدد المشاركين في النسخة الأولى من الجائزة إلى 663 مشارك من 87 دولة مختلفة، لتعكس هذه المشاركة الكبيرة الأهداف النبيلة التي تحملها الجائزة ومردودها الإيجابي على مسيرة الارتقاء بمنظومة العمل في تلك البلدان والدور المرتقب من دور الشباب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لتشق طريقها السليم نحو البناء والتطور وإحلال التنمية المستدامة. سيدي، إننا نعاهد جلالتكم أن نمضي قدماً في دعم الشباب وتقديم المبادرات العالمية الرائدة في مجالات تمكين الشباب، وأن تكون النسخة الثانية من جائزة جلالتكم إن شاء الله نسخة ناجحة بكافة المقاييس تستقطب أكبر شريحة من الشباب من مختلف دول العالم، وأن نعزز من المكانة الرائدة التي حققتها مملكة البحرين عالمياً في تبنيها للعديد من قضايا الشباب حتى أصبحنا عاصمة عالمية للشباب. وسيستمر البناء ما تحقق من إنجازات والعمل على تعزيز آليات الشراكات مع الجميع لمواكبة المتطلبات والاحتياجات، حيث سيشكل الوفاء بالتزاماتنا الدولية والمتضامنة على الصعيد العالمي انطلاقة حقيقية لبلوغ أهداف التنمية المستدامة. ختاماً يا صاحب الجلالة، نؤكد لجلالتكم أن مملكة البحرين حرصت على تحمل مسؤولياتها الإقليمية والدولية تجاه تحقيق إشراك الشباب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بمختلف أبعادها، وقطعنا شوطاً كبيراً في تنفيذ المبادرات السامية لجلالتكم للنهوض بالشراكة الدولية والتي تأتي معززة لدور البحريني المتواصل من العمل الإنمائي. وفي هذه المناسبة أود أن أتقدم بالشكر والتقدير إلى وزارة الخارجية ووزارة شؤون الشباب والرياضة والمجلس الاقتصادي الاجتماعي بالأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مملكة البحرين، وإلى أعضاء لجنة التحكيم العليا والأولوية على تعاونهم الوثيق والذي ساهم في إنجاح هذه المبادرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب الجلالة، أيها الحضور الكريم، يلقي سعادة السيد أمين الشرقاوي ممثل الأمم المتحدة لدى مملكة البحرين هذه الكلمة. بسم الله الرحمن الرحيم.
حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعاه، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لمن دواعي شرفنا واعتزازنا في هذا اليوم المجيد أن نلتقي جلالتكم في هذا المجلس العامر الذي يكرم فيه نخبة من شباب العالم بجائزة ثمينة في معناها ومضمونها، ولا سيما أنه لأول مرة في التاريخ يشهد العالم زيادة هائلة في نسب هؤلاء الشباب ممن هم تحت سن 30 والذين يشكلون 50% من عدد سكان العالم، كما يبلغ عدد الشباب ما بين 10 إلى 64 عاماً 1.8 مليار شاب. إن هذه النخبة الشبابية أثبتت تفوقاً في العمل وبذلت الكثير من الجهود بهدف تطوير مجتمعاتها وتحسين حياة نظرائها من الشباب حول العالم، وإنه ليست مصادفة أن تحمل جائزة تمكين الشباب والتي نحتفل بها اليوم اسم جلالتكم، فهي تعكس مستوى عالياً من الوعي والفكر الثاقب من لدنكم، كما تعكس الالتزام تجاه دور مملكة البحرين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي يسعدنا في الأمم المتحدة أن نتشارك معها على تحقيقه. ولذلك فإن هذه الجائزة القيمة تجسد دون شك فكراً تنموياً بارزاً لافتاً لجميع الأنظار حول العالم، فمن جهة تأتي تأكيداً لما جاء في ميثاق العمل الوطني البحريني الذي توافقت عليه غالبية الشعب البحريني لما فيه من حكمة وبعد نظر، وفي هذا السياق ما يفيد عناية الدولة بشكل خاص بنمو الشباب العقلي والبدني والخلقي ومراعاة الأسس الاقتصادية للمجتمع القائمة على مبدأ الحرية الاقتصادية والعدالة وتنويع النشاط الاقتصادي ومصادر الدخل والاستغلال الأمثل للموارد والثروات الطبيعية وصيانة الأموال العامة، وهو ما جعل البحرين تحقق مستوى متقدما في التنمية الاقتصادية. ومن جهة ثانية فإن تبني مملكة البحرين لأهداف التنمية المستدامة 17 واعتمادها في خطة عمل حكومتها للأعوام المقبلة إلى جانب رؤيتها الاقتصادية 2030 التي تتقاطع في كثير من حيثياتها مع أجندة التنمية المستدامة، كل ذلك يشير أن مملكة البحرين ماضية بكل قوة وإرادة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة دون تخلف أحد عن الركب. كلمة الفائزين بجائزة الملك حمد لتمكين الشباب تلقيها نيابة عنهم الآنسة هادي علي شيرازي. Your Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa, King of Bahrain. ثم ألقت الآنسة هادية علي شيرازي كلمة بالنيابة عن الفائزين بجائزة الملك حمد لتمكين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. عبرت فيها عن اعتزازها بتواجدها في هذه المناسبة، مؤكدة أن جلالة الملك المفدى قائد يدرك ويؤمن بأهمية الدور الفعال الذي يلعبه الشباب في قيادة العالم نحو آفاق التنمية الواسعة ومنحهم الفرصة الكاملة لإطلاق أفكارهم الإبداعية المشرقة كأساس لتطوير العالم وكافة مقومات التنمية المستدامة. كما رفعت إلى جلالة الملك المفدى الشكر والتقدير برسالة نقلتها إلى جلالته نيابة عن شباب العالم، وأعربت عن خالص الشكر لمبادرة العاهل المفدى لتمكين الشباب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهي المبادرة الأولى من نوعها على الصعيد العالمي، وأشارت إلى أن هذه المبادرة الرائدة أظهرت الاهتمام الواضح بشباب العالم وتحقيق المسؤولية نحو الشباب التي استطاعت تحقيق التوافق العالمي، وصنعت هذه الجائزة الواسعة الانتشار بسبب أهدافها النبيلة لتمكين الشباب وتنمية دول العالم. كما عربت عن الاعتزاز والفخر بالمشاركة في جائزة الملك المفدى لتمكين الشباب وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. هذه الجائزة التي أتاحت للشباب الفرصة الحقيقية والمثالية
لنشر إبداعاتهم وأفكارهم وابتكاراتهم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وليبعثوا برسالة واضحة لكافة المسؤولين في بلدانهم بأنهم على أتم الاستعداد لارتياد المستقبل المشرق من خلال تنمية بلدانهم وإطلاق أفكارهم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في العالم والاستعداد للمشاركة في تطويره، مثمنة حرص جلالة الملك المفدى على مساندة شباب العالم. And we are ready to participate in the development of its bright future and to let our ideas achieve the Sustainable Development Goals. Your Majesty, in the end, we would like to thank you once again for honoring us after our participation in Your Majesty's award to empower young people to achieve the Sustainable Development Goals. And we highly value and appreciate Your Majesty's keenness to support the youth of the world. Thank you. بعد ذلك تفضل جلالة الملك المفدى بتكريم الفائزين بجائزة الملك حمد لتمكين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهم الفائزة من فئة الأفراد الآنسة هادية علي شيرازي من جمهورية باكستان الإسلامية التي عملت على تطبيق مجموعة من المبادرات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. الفائز من فئة القطاع الخاص شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات جيبك، والتي ساهمت في تحقيق أربع مؤشرات من خلال برنامج التعليم والتدريب والمحاضرات البيئية. وتسلم الجائزة سعادة الدكتور عبد الرحمن جواهري رئيس شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات. الفائز من فئة الحكومات مؤسسة الشباب التابعة لرئيس جمهورية أذربيجان التي تدعم الأفكار المبتكرة للشباب، وتسلم الجائزة السيد فائق غورباتوف رئيس الموظفين بمؤسسة الشباب التابعة لرئيس جمهورية أذربيجان. الفائز من فئة المؤسسات الأهلية والمنظمات العالمية منظمة الشباب لأجل التنمية من جمهورية سيراليون التي تهدف إلى تمكين الشباب في العديد من المجالات، وتسلم الجائزة السيد عثمان شريف منسق البرامج التنموية بالمنظمة. ثم تفضل جلالة الملك المفدى بتكريم أعضاء لجنة التحكيم العليا، وهما معالي المهندس خالد محمود عبد العزيز وزير الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية، ومعالي شمة بنت سهيل المزروعي وزيرة الشباب بدولة الإمارات العربية المتحدة. وكرم جلالته أيضا أعضاء لجنة التحكيم الأولية، وهم السيدة جينيفر كوليفيل مديرة الفريق الإقليمي للابتكار ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية، والسيدة نويلا ريتشارد مديرة برنامج الشباب العالمي ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والسيد علي سلمان صالح محلل البرامج التنموية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين، والسيد نعمان الصياد مستشار الاتصال الإقليمي ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية. هذا وقدمت إلى صاحب الجلالة هدية تذكارية بهذه المناسبة.